حتى نكون من المنتظرين علينا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. احنا نشوف في خطب امير المؤمنين اللي الشباب اللي يتابعون دائما اول الخطب يقول اتقوا الله حق تقاته. دائما امير المؤمنين عليه السلام يقول الخوف من الله سبحانه وتعالى ومن الوقوع في الخلاف في المخالفة تستدعي منا كما يقول الإمام عليه السلام سدد وقارب. دائما أكون على حذر على احتياط من أن أخالف، لا أأمن من مكر الله ولا أأمن من عذاب الله. أكبر مني يزل، أعظم مني يزل، الذي لا يزل ولا يخطئ هم أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين فقط، ما سواهم في دائرة الخطأ، فأنا معرض للخطأ، محتاج إلى الذكر، محتاج إلى المراقبة. فإن الأمر الذي ننتظره عظيم جليل، ينبغي أن نكون بمستواه على نقاء وطهر يشابه نقاء وطهر صاحب الميلاد وصاحب الذكرى إمام زماننا الموجود فيما بيننا صلوات الله وسلامه عليه.